صباح النور، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم هاو كان هاري معاكم ملي قمت الصباح. اول حاجه باش نحضر رقيوتي وبعد نشوف شنو باش نعمل اليوم. اليوم الاكثريه يا اما نمشي لدارنا شويه برا نسكافي. ان شاء الله في فيديو غدوه باش نوريكم البنات قهوه اني يعني ذقتها عجبتني عند بنت عمتي، وصيت على كعبتين تنوريها لكم. هذه امس برك خذيناها خاطر ما وصلتنيش القهوه اللي شريتها، وليت خديت نسكافيه والنسكافيه ما عادش تعجبني برشا. قلت لكم النسكافيه جولد ابن هذيك ما لقيتهاش في الحانوت، وليت خديت النسكافيه هذه شكري خذاها عاملين فيها برومو هذه وفيها 50 جرام حسيت جا مقطع. اما عندي نسكافيه اخرى خذيتها ذقتها عند بنت عمتي عجبتني على الاخر وزيد رخيصه لكم. القهوه نحطها بلاش سكر. قاعده نتفرج على ملة توانسه. هذوما جايبين ممثلين التسعينات اللي نعرفوهم متربين عليهم، الممثلين الاخرين مازالوا كي طلعوا سيرون بكونا بف الدل على الفده قالك بف نظر روحي باش في ساعة نمشي لدارنا. حالاني كي نحجي نحضر روحي ما نقعدش شكل البرشة ولا خليه الباب شباك مسكر خاطر برشا حس. نلبس هدية، هدية تعجبني ملي خديتها تقريبا ديما نلبس فيها، عرفت نلبسها مع سبادري نلبسها مع مع بوتس معناها فيسع فيسع نرمها وكهو بس عليها الكبوت هذايا ما نلبسها ما نلبسها مع سبادري ما نلبسها هيك مع كبوت ولا حاجة. بس عليك كهو شنو آخر مد سروال أول ما السروال نحضر شوية. أما أي جيش حل باب حل باب أني يعني نمحلة ما نعملش حاجة كبيرة معناها في وجهي نخرج كل يوم مش هكا نستعمل فونديتان ولا حاجة جست هكا يكران وقلك ايجا ايجا سن عشليم مش نستعمل يكران الكرون نعملو نعم يووي لوج عليهم بيحطالي دو يكرو نعملو شتي ولا صيف يعني خاطر كيما قلت لكم شمسنا ديجا ما معناها ماهيش شكل باردة ولا حاجه. يكرو نحاول اني كي نجي نخدم هو ديجا ترانسبارون اني هذايا بتاع اس في اي داك الموس ما يظهر الجمله لو انت عامله يكرو معناها قبل نبدا نمسح فيه هيك حتى لين تشيش الكرو تمشي على روحها بربي وطالع شوفو نقطة ضعفها راهي نقطة ضعفها ولا لقيت المفتاح متاع بيتي ولد داخلة نقفل خارجة نقفل خاطر ما كانش عندي مفتاح كان معناها ضايع. باش نعمل ماسكارا نعمل البريون قلتولي على الريفيرونس متاع الروجا ليبر هذا بي و
شنو اخر طب سالتوني حق على الفون دي تان شنو هي الريفيرونس نتاعها زيد الفون دي تان غالي كاتر واش اربع اربع النمبر نتاعها اما عايزه نعملها لك تنعملها لك ها قلتي المره اللي فاتت كي حكيت لكم على البنسو على الايلاينر اللي فاتت كي حكيت لكم على الايلاينر قلت لكم راهو يقعد 6 شهور هي فما هذيك في كل حاجه معناتها شويه تلقى تلقى كيما الحكه معناها وهي محلوه تلقى عليها سي سموا ولا تلقى عليها مثال عام حسيت تلقى عليها اني ما قصدتش انه هذيك مده الاستعمال نتاعها تو هو معناها باللوجيك فما برودوي يقول لك قداش يقعد الاستعمال نتاعو معناها يشدك عام فماهيش نقصد انه الايلاينر هذا يشد معناه من كثر ما هو معبي يشد معاك جيش نقول يشدك حتى عام عادي وانت تستعمل فيه حتى كل يوم بعد كي جيت نقرا فيه نلقاه يقعد معناه 6 شهور قلت لكم معناه ينجم يقعد معاكم 6 شهور معناه ينجم الدات توفى وهو مازال ما فاش خاطر راني تقريبا كي شفت سلمى قداش هلكت بيه الدنيا وباقي فيه قلت لكم راه ينجم يقعد حتى 6 شهور وما توفاش معناها المده الصغيره اصبر باش تعمل لبس لي صباطي يا روح امك انت يا روح امك انت يا ربي راي راي رزق راي راي رزق لبس لي في صباطي الموتى يا روح بابا كهواني كملت حضرت روحي الحين وين تمشي واحنا سلمى ماشي وين ماشيين احنا جيب صباطك انت ترى جيب صباطك نعطيكم تعجبني خاطر هيك طويلة وكل شيء هيك معناه من الظهر حتى شيء هكا وين تو باش نمشي نركح فطور صغار نهز لهم فطورهم باش نرتاح عليهم ونفطر اني في دارنا طيبت اني كسكسي بالدجاج لهني باش نمشي نسقي الخدامة نمشي نركح نمشي نكلم فطورهم نهزلهم فطورهم ونرجع في دارنا ونمشي نعمل طلع على عزيزة اليوم ربع لازم الضمة اللي فاتت اللي جيت لوج عليهم ها هما في البرومو بتاع اليوم اما ظهروا صغار ما همش كبار هذا ماريا 8980 صغيرة ياسر بصراحة صغيرين ياسر طب ما كنتش بيجين هما 3 ب 14 الف هذو زينين هما ولا هما ياس صغيرين هذوما 3 ب 11 الف شو هذوما وحده تيام تعمل فيتي دي عظم مش تعمل فيتي عظم هذا محلية هذي بستة ليف كبيرة تحب الهيبي والله تحسها تمشي سميد ولا سكر ولا حاجة هل بش نحكي على كيس 7 ليف عظم شو هذي هذي تغرب لك الفارينة هذي اللي جيت لوج عليها المرة اللي فاتت زيادة هيك تحط فيها الفارينة وتغربلك ولا ترش سكر محور كما هيك اعملك ترش سكر المحور دي ما الفيديو تلوج عليها ما قيتهاش اضمها متاع البيتزا متاع البيتزا محلها دي ما متاع البيتزا يقولوا منقبة خير بالشكل السخانة تدخلها اكثر طي طيارة على الاخر البيتزا 11980 ديت اللي في برومو هذا مكل على اساس ما اللي فات جبت فلوس على اساس باش ناخذها بعد ما
تاع بيتزا كي مول هاجتو هذا يشبه للي عندي اين هذا متاع ثابت هذا متاع وردة أبو ما زيد محلهم بربع ليف مشكلة إني في ساعة تكسروا لي هذا شوف هذا مريم تشمل هذا هذا محبوب ما هي الدبوسة مزينة بير الدنيا ولا عينيه بير بير ما هما ديما المجازينات تخم بيه ديما باش الدنيا ما تعدمش عندهم احلاها هي شو شو كيسين بتاع تي كيسين تي تحسها كيسين تي العنج غالطين بر عذرس تاع كريمة كلهم نفس الزينة بتاع بتاع الدبوسة هذي نفس الزينة بتاع الدبوسة زينة الدبوسة عجبتني بستالي تبكيهم الفارينة وسمية تحطهم مثال في السطل بتاع الفارينة وسمية وهي اللي تعصي القارب ياح تنزل عليها اه تشدك تعصيها هيك هو دوكا كل نتاع نتاع مارك باهيين يصلحوا يعني ديجا حاب على ال حاب على نتاع الفارينة الفارينة وال شو اسمه الكسكسي وال الكسكسي والفلفل الأحمر ما عنديش وين نحطها الكسكسي والفلفل الأحمر خذ كعبتي هاي صعب عليك هو فما انواع هو ضيبة باكو هكا هز القمح هكا هذا قمح كي قصي قمح قصي اسمر انا كي باهي ولا هذا 795 عيش وين هو لندوم خذ الاندوم هذيا كل ما نجيبهم معاه لازم شنو يا خو اندوم خذ ها هذيك على شنو خذيت عبيتي تو شنو النكهة هذيك زين الأخرى هكا وكملنا قضينا ديما الحاجة اني لاحظت روحي كل حاجة نبدا نمشي من هذيا ظهروا لي صغار منظمات بصراحة ماهمش كبار هني وحدة دار بابا البيت الله يا وحدة دارنا وحداها ولا صح عليكم مش كيف اني من فيها غادي بحذايا حد والله كريت لا حانوت لا حد شيء وقت اللي نبعث اخواتي مثال حانوت ولا حاجه يبداو لا نمشي شو كيف اوريل تو احفظ الحانوت اللي نقضي من عنده احفظته باللي هي حانو... اه اللي نقضي من عنده مع مثلك هيا بك نبدا ديما نبدا نغزل له معناه من البركون نشوفه صحيح ولا غلط ندخلوا منها المغادي هاي كيف هي بحثنا روضة زيدة بحثنا المدرسة بحثنا كل شيء حصير هاي تعرف تقول حضرش مام طيبتنا لازانيا سلمى اه واش نعمل كسكسي بالسبي لا تاني ما عملت لنا ما تخليهاش تبرد برشا عاد هاني رجعت لكم البنات بعد دورتي في عزيزة ما تلومونيش على شريان البلاستيك والله ما خديتش حاجات معناها كبار خديت كان يعني خديت 3 كعبات من ذوكم الروز راهم كبار على الاخر يمكن يرفعوا ما نعرفش مش ما لقيتش قداش مكتوب عليهم ما حاسيلو يرفع بالباهي يعني ما بين نتصور مثال باش تحط فيهم فارينة نتصور يرفعوا لك 5 كيلو 6 كيلو فارينة الحقيقة اني خديتهم للعولة خاطر النجار قال لي رد بالك تحط فيهم معناها جيت نسأل في النجار قلت له وين نعمل زعما بلاصة العولة عندي قال لي رد بالك تحط الأصلة خاطر شايفة عندي أصلة متاع عولة الحديد
قالي خلي العولة في دار حميتك خاطر احنا عنا بيت مونة باش نحط فيه العولة، وقالي حط هيك في أصلة والحاجة بلاستيك صغار، واللي تشريتها كومة معناها يتغطى بالباهي، وواحدة باش نحط فيها السميد الكسكسي معناها، وواحدة نحط فيها سميد القمح يعني القمح، وواحدة نحط فيها فلفل أحمر نحطهم في الكوجينة خاطر ما نجمش نحط الأصلة. هذاك الحلوته، وان شاء الله بطبيعه وقت اللي يعني نزيد معناها شويه وقت ونكمل اموري وكل شيء، نولي ناخذ كل الحاجات الصحيه وكل شيء، نولي حاطه فيهم احسن من هكاك. توا هكم هنشد بيهم ايديا في الوقت الحاضر خاطر لازم يبدا عندي بلاصه ونحط فيها السميد والكسكسي كل، واني هكم الحاجات اللي ما عنديش بالكل. وخديت هكم هك الدبوسه هذيك نتاع المي خاطر ما عنديش بابس نتاع مي ولا عصير، وخديت واحده نحط فيها الحلو هذيك الحديد وروحت. تو باش نطيب العشاء حبيت هيك نعمل اليوم طقس بارد، برغم انه اني في الفطور طيبت لهم كسكسي قمح بالدجاج. وروحت لقيت ماما طيبه لازانيا، ولقيت ماما عندها شويه خضره حصيره من الصباح، قلت لها ما اغسلها لي تو نجي نطيبها في الليل كسكسي قمح بالبسبيس. كما شفتوا قصيت البسبيس، قصيت معاه شويه مع بنوس، وحطيته يتفور، وبعد حطيت عليه كسكسي القمح. وتو باش نحضرك الصوص نتاع الكسكسي، احنا نقولوا له كسكسي بالبسباس، ما فهم شكون يقول بالجمه، فما فرفوشه كل واحد كل شيء يقول. حاصلوا نعملها يا اما بالخبيزه الكسكسي، يا اما بكل عروق نتاع السفناريا، يا اما نعملوها بالبسباس هكا. ساعات نعملوها بالبسباس العربي هذاك العادي معناها. حصيلوا والله في ساعة ممكن في ساعه ونص وكملت حضرته. حطيت كما شفتوا يعني الحشيش هكايا قاعد يتفور، ولهني باش نحضر الهريسه. هذه الهريسه لازم باش نعملوها في الكسكسي هذا. ناخذ كل الفلفل الشايح هذاك نتاع الفلفل العوالي هكايا نشيحوه، ونحط نهرسه مع الثوم والكرويه والملح. هرست معاه ثوم وكرويه وملح. وتو باش نطيب الصلصه الصوص معناها. بالنسبه لي اني ما نحطش معناها كي نعمل فلفل هكايا الاحمر الشيح ما نحبش نحط الفلفل، اما دارنا يحبوا الفلفل المقلي معناها. وليت عملت لهم فلفل قسمته كما شفتوا باش نقليه. حطيت زيت زيتونه وباش نحطه ونقلي الفلفل. سيروا حاجه عرفتوا كل ما تتصوروش قداش دفيتنا وهي حرة في البرد، حسيناها ضربة للسخانة. حطيت أول حاجة نقلي في الفلفل، وما عملت لي الطماطم الكعب، ما ديما تحب الطيب الطماطم الكعب كأني كانت تشوفوني ما طيبهاش برشا، وربيت هالي واني باش نكمل توا نقلي الفلفل. بالنسبة للكسكسي هذايا الحاجه هيك فيه تحسها تفرق شويه في المطعم باش يجيكم هيك بنين، تحسوا بالحق مطعم ومنعش في حاجه سبيسيال انكم تسخنوا الزيت، بالرغم انه هي حاجه بسيطه ما راهي تفرق في الطعم. تسخن الزيت على الاخر، قلت اني سخنته ورجعت لكم، تسخنوا على الاخر وقت اللي تحطوا البصل عرفتوا كل معناها تحسوا هكا ديجا من الباخ تعرفوه، وقتها كان الريحة تحسها محليها في الكوجينة متاع البصل. نكمل معناها نقليه مليح حتى لين لونه يغمق شوية، تفرق راهو الحاجة هذية تفرق في المطعم. بعد ما كملت قليته مليح كما قاعدين تشوفوا حتى من لونه تبدل، تو باش نحط له الطماطم. يعني طماطم ساعات نعمل طماطم معجونه كهو كهو. كملت حطيت الطماطم المعجونه، عملت مغرفتين طماطم معجونه، وباش نحطها تتقلى مليح. تتقلى مليح كما قاعدين تشوفوا، وتو باش نحط لها التفاح
والثوم وكل الفلفل الشايح. اني حطيت كما شفتوا كميه باهيه متاع فلفل، مانيش باش نحط فلفل احمر. نكمل نخلط الخليط الكل، وبعد نمرقه بالماء، مش برشا معناه ماء، خاطر ما عنديش حاجه معناه باش اطيب. سامحوني على الكاميرا، خاطر سلمى مانيش عارفه سلمى شو اللي يقلقها في الكاميرا، عذر كيفاش تعمل لي عذر ظروف المباشر. حسيلو اني قليها مليح، خاطر الطماطم الكعب نحسها تسيب القروسية متاحة. نقليها مليح هكاهو، وكملت صبيت لها شوية مي، مش برشا المحالة مي، خاطر كيما قلت لكم مش باش نطيبها. ديما الصوص بقل مي يجيكم ابن هكاهو. توا بعد ما صبيت لها المي اللي يلزمها، هي بدات تشتغلي، واني حطيت لك الفلفل دوبا ما تغلي شوية اني نسكر عليها. وكهو لهني عندي الخضرة والكسكسي طاب، وديجا القمح معناها مفور، حطيت في السحفة هذه. تو باش نبدا نبرد فيه، ما تحطك الفراشط باش الهواء يتعدى في الكسكس الكل، بالشكل نقب متاع الكسكس ما يتغطاوش، ما تحط له كل فراشط. يعني الحاجة زيادة المهمة لازم تتحلك متاع البسباس، يتحلوا مليح باش تدخل فيهم الفاح والصوص وكل، خاطر من بعد كي تبرد ما عادش تحب تتحل، يبدأ كعابر كعابر متاع الحشيش، عرفتوها. يعني عملته بزيد معناها هكاية متاع البسباس، تحس القمح شوية بلهني. هيك حطيت له شوية كمون، حطيت شوية فلفل أكحل في الصوص. بعد ما كملت حليت البسباس، تو باش نحط الصوص وكهو. هذايا عشان أحضر، يمكن أول مرة في العشية نعملو كسكسي. احنا وقت اللي نمشي لدارنا ديما حاجة خفيفة في العشية، يمكن أول مرة نعملو كسكسي، خاطر بالحق شتيتو على الأخر الكسكسي هذا. هكاهو باش نكمل نخليه هكا يتسقى ويشرب مليح. كما تعرفوا كسكسي القمح يحتاج برشا معناه الصوص. وهذا يا الكسكسي متاعنا حضر، بطبيعة احنا رانا حاجة لازمة القارص والمالح. بلا يقولوا لي في التعليقات انتم تاكلوا هكا ولا، خاطر هذه ساعات معناه تقابل مع شكون مثال يقعد بيت فيه كيفاش ناكل الكسكسي هذا بالقارص مثال. اني مستحيل يتعدالي من غيره القارص، مستحيل. المالح والقرص هكما حاجة أساسية في الكسكسي هذايا. فما شكون مش يحبهاش حكاية الوجه اللي في القهوة، والله احنا تحسنا نلوجوا عليها الوجه متاع القهوة، نلوجوا عليه. فما شكون عادي اي منرش كاس من غير وجه، نحسو درا كيفاش هزقش عليه قهوة عادي ما. فما درا شكون اخت تفرج فينا قالت لي ما عادش علاش تشايوني في البخور، ما فهمتش عليه توانسة كلكم ما تستعملوا برشا البخور. نستعملوا برشا البخور، قبل نتذكر كي تلقاني نقرا ديما نروح نهار السبت لحد تلقى دار معجش جاب البخور، واول ما عرست ما والله تقول حمام شكري كيدخل الدار ميرانيش بالله حمل مكثر. نبدا نصبو نعاود تو وليت نفهم عاد، نعرف انه الدخان يصفر الحيوط معناها ويصفر السقف، وليت ما عادش نعمل برشا بخور. اما قبل والله نحط كانون نبدا نصبو نحط لين تتغبر الدنيا. وليت نعرف انه البخور يعمل يصفر قلت لك السقف، اما قبل والله نعجعجها. هكا واني كنكون وصلت بكم لاخر فيديو، ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، حبكم برشا وعلى خير.